السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيبقى فيه كل البرامج المجانية وتقدر تفلترها، تقول له أنا عايز الحاجات الأوبن سورس أو عايز الفري تولز بس، أو الحاجات الفريمام يعني ليا إن أنا أجربها عدد معين أو قدرة معينة، الحاجات اللي بتشتغل على لينكس، اللي بتشتغل على الأندرويد، اللي بتشتغل على الويب وهكذا. فهو ممتاز جدا في فكرة إن هو متخصص في البرامج اللي هي المجانية. فأنا قلت له كاد، فجاب لي البرامج البديلة للكاد زي بي آر إل، لايبراري كاد، فري كاد، تينكر كاد، سوليف سبيس، كل الكلام دوت تقدر ان انت تجربه. طيب انا قلت له بقى انا عايز نشوف بقى ايه الحاجات اللي هي 3D، فاقول له هنا انا عايز الحاجات ال 3D موديلنج ورندر بالشكل دوت. فجاب لي، تعال نشوف برامج اكتر. الفري كاد ممتاز على فكرة. البلندر ده برنامج احترافي مماثل لل 3 دي ماكس. فالموقع هيفيدك في ان انت تتعرف على برامج كتيره جدا مجانيه ممكن تكون مفيده. ممكن تقول له مثلا انا عايز كاتيجوري، وتقول له انا عايز الحاجات مثلا الخاصه بالويب، الحاجات الخاصه بالسي او، بالمالتي ميديا، البرامج اللي هي الخاصه بالتعليم، فيبدا يجيب لي البرامج التعليميه بالشكل دوت. ممكن تقول له بقى انا عايز بقى الفري والاوبن سورس بس، فيبدا ان هو يحدد لك كل الحاجات دي خاصة بمجال التعليم. تقدر تعمل سيرش، تقدر تعمل سبورت ليهم لو عجبك الشغل بتاعهم. مانجمنت، لو في برامج عجبتكم هنا قولوا لنا عليها عشان ايه نركز عليها ان شاء الله.